يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ طيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي شو يا راجل، بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز هنجز وجايلك في الكلام، اخص عليك. هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الدبدبان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا حد يجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هات يا جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين، صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغايه ما خليتها زي العجينه بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مره ومن هنا مره، هو بقى يفرفر في النص. يبقى ركب المرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك، نشفتي دمي مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو
انا وحش قوي كده؟ مصيبه بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف، مصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفه، واحنا لسه ابتدينا، لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجاله راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامه، يجوا بالسلامه يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده يا ابني؟ دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على الاصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحده عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي ده على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ يعني محدش قال لي. ايه الاخبار؟ اقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. يا ابن المتوسطه.